السلام عليكم. حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الاثنين من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا، وهذا بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية منتصف الليل. وحسب ذات النشرية فإن تساقط الأمطار الرعدية المرتقبة تصل كميتها إلى 30 ملم محليا، أما الولايات المعنية حسب ذات النشرية الخاصة فهي كل من المسيلة، باتنا، أم البواقي، تبسة، الجلفة، وكذلك ولايات المدية وخنشلة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من مستعملي طريقه.